مقادير مكرونه بصوص الطماطم المشويه. مكرونه اي شكل، احنا مستخدمين القلم موحدينه يعني في الحلقه، مسلوقه، بصل مشوي، طماطم مشويه، فلفل احمر مشوي، صلصه طماطم، كاجو محمص، اوراق من الريحان المفرومه فريش، توم مشوي، كله طبعا متقشر، زيت زيتون وملح وفلفل، شطه او بابريكا حسب ما انتوا حابين. هجيب على النار الووك بتاعتي، هحط معلقه من زيت الزيتون، هحط صلصه الطماطم، ملح، فلفل اسود، طماطم مشويه، بصل مشوي، فلفل احمر مشوي، ثوم مشوي، ريحان فريش مفروم، شطه او بابريكا. نص كوباية مية سخنة، هاند بلندر أو كبة أو خلاط قوي، هحط فيها المكرونة المسلوقة أو حلة، بس أنا يعني عشان إيه خلاص الصوص عندي سخن وأنا مش محتاجة النار، فهخلط في بول، هاخد الكلام ده كله اخلطه مع بعضه،